هاي جايز باي شعور تدري شنو شعور يوتيوب شانل هلو جايز ويلكم تو ماي يوتيوب شانل او باي انا رهف اليوم اليوم مو مطابع الاسئله فبغش لو سمحتوا اوكي بغش اوكي هاي رهف هاي شلونك جود تمام كان عندك امتحان how did you do الاعتراف Be very honest. We can start now. We can start. Rahaf, نبلش. Yeah. شلون صح صح. Rahaf, start by telling us who is Rahaf. I know for a fact you're young. Tell us about yourself, شوي. Yeah. Go, please. لحظة. لازم الكل أقول له كذي. أول شيء هذه. حطها هني ثاني شيء your phone ما نبي أحد يزعجنا ثالث شيء come next to the mic شوي okay. أدري لويا تري على ما أحد من الشباب يتطوع ويحل لي مشكلة المايكس هذه نغزة اللي وايد ناس أحبهم بس والله go ahead so as a question yes يعني لما أسمعها وايد يوترني ليش لأن I feel like it's a big question you know why with a big answer why بس for me it's not okay فإذا بقول منو رهف رهف is a young girl who's living her dream okay because يعني أنا دائما كان ودي إني أصير والله ممثلة أو إني أصير social media أنا وايد أحب الأضواء وايد أحب التصوير وايد أحب الكاميرا how did it start شلون رهف دشت عالم التمثيل شنو تشك بوم كذي ولا في أحد شجع الموضوع ولا What happened exactly? لا لا, it wasn't a boom. يعني هو بلشت step by step. Okay. لأن أنا I believe in that. Okay. So what happened was إن بلشت أوبريتات. عرفتي الأوبريتات اللي مالت المدارس اللي تكون تابعة حق وزارة التربية. Okay. أوبريتات عادية. مسرح. إيه, it's kind of مسرح. نظام مسرح كذي. Okay. أوبريت يكون وطني. بلشت بهالأوبريتات بعدها أوبريت برا. تابع حق وزارة الشؤون. أوكي. بعدها step by step دشيت إعلانات. شفت إنه وناسة الإعلانات. حبيت سالفة إن أنا قاعدة بلوكيشن في كاميرا في سكريبت في شيء أنا لازم أسويه. فبعدها كان ودي إني أدش شوية بالمسلسلات. أوكي. لما دشيتي بهذه يعني المسرحيات. هذه. ايه؟ أول شيء أوبريتات. بعدها إعلانات. أوكي. إيه. إعلانات حق شنو؟ إعلانات عادية مثلاً لا تسي حق. بنوك اوكي وات ايج اي عمر اي ستارتد ليتس سي 10 اي واز 10 10 years old قبلي انا 17 يوم وما شاء الله يو هاد ذا كونفيدنس ات 10 years old اي واز كايند اوف ملتعه شي البيبي اللي ملسونه لحظه هاو ماني براذرز اند سيسترز وير فور جيرلز اند وان بوي فور جيرلز وان بوي اند يو ار ذا يعني اكبر وحده ولا لا 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 انا بالنص انا قبل الاخيره انزين أكثر واحدة يعني خلينا نقول ثقة بالنفس كذي حق الدعايات والتمثيل ولا أكثر واحدة لسان وتولف وايد أنا أو واو What's your sign Aquarius بالعربي لو سمحت عشان الناس اللي قاعدة الدلو الدلو برج الدلو ما شاء الله برج الدلو أنا أعرفهم يستحون برج الدلو they're not extroverts they're no. okay very أنا very أنا حتى يعني حتى هالشيء ساعدني not to be awkward She when you're like making friends. Okay. يعني أنا عارف شو أنا بلش الموضوع. So 10 years old دعايات. بعدين. 10 years old دعايات أوبريتات. Okay. بعدين بلشت دشيت بس one scene مسلسل. كان بس مشهد واحد. مشهد واحد. مشهد واحد. أي مسلسل وأي سنة؟ I don't remember. But I think it was مسلسل في أمل. في أمل. إيه. كم كان عمرك؟ I was maybe 11, 12. 11 years old. Okay, how was it? How was it? It was a scene إن شيء إحنا بمسرح إيه؟ بالمدرسة إن شيء مدرسة ابتدائي والبنات بالمسرح وأنا I was the main character of them يعني فكنت وايد مستانسة إن أنا حاطيني قدام ويقولوا لي رهف سوي رهف سوي فهذا كان أول مشهد يا سلام تفعولك زين ولا مو زين؟ ما أدري إذا تفعولي ولا لا ما أدري إذا أوه تصدق؟ من أخذ الفلوس؟ ما أدري عاد قاعد أهدي النفوس أوكي And your family supported you. Yeah. الأهل كلهم شجعوا الموضوع. Yeah, yeah, yeah. ما كان في اعتراض من أحد من الأهل ولا أحد Never. الأم والأب كلهم no, no, no. ما عندهم مشاكل. Yeah, they all supported me. بس
بس في بس ها لازم ابي البس لازم البس يعني والله الامانه ما حد كان معترض عن الفكره فكره ان being famous بس خلينا نكون صريحين هذه يعني خطوه كبيره of course so you have to think about everything before you get into it اكيد you know فكانت شويه حسيت علي وايد ضغط اللي امي تقول لي you have to think about it عدل اذا دشيتي ما راح تطلعين يعني اكيد اوف كورس راح تطلعين بس اذا دشيتي اندمجتي بالموضوع you're gonna love it so you have to think about الاشياء السلبيه والزينه okay. الاشياء اللي مو زينه والزينه طبعا انا كل شيء فيه شين وفيه زين بس لا من ناحيه اني اعترض ولا شنو الاشياء السلبيه اللي صارت ماكو اشياء الحين سلبية انت الحين 18 اليوم عمرك 18 يا almost 18 years almost yeah, بعد يا لهو يا سلام I'm turning 18 February اقول انا الحين اقوم امشي احسن انزين 18 شنو السلبيات اللي صارت من وقت بدايه التمثيل للحين هو ما كان في big problems بس خلينا نكون واقعيين اي بنيه بعمري بالذات لان انا بلشت صغيره الانتقاد ياثر الكلام الخايس ياثر تدرين شو احس شنو انت الحين بتصيرين 18 yeah. بس your actual age because of what you do 36 صح إيه. يعني I've heard that a lot 25 plus 30 لا قالوا لي 36 36 قالولي ما راح اقول 36 والله I will say mindset تفكير والاكسبيرينس اللي خذيتيها طبعا انا دائما خصوصا هذا المجال احس يكبر بالضبط انا دائما كنت اقول الكلمه اللي انت قلتها ان اللي المجال اكسبيرينس يو ليرن ا لوت اوف ثينجز يعني انا دائما اقول حق امي يعني اي دونت ريجريت ان انا دشيت لان صدق تعلمت وايد اشياء وهالشيء حلو ان الواحد يكون مخه يعني صدق عاقل صدق في نضج اوكي ذيز ار ذا بوزيتيف ثينجز ما قالت للحين السلبيات اي سلبيات اي واز توك اباوت ذم ما كان في اشياء سلبيه وايد كثر ما ان الكلام الخايس كان ياثر بالذات لان انا كنت صغيره تعليقات الناس عاد اي بس you will never. Yeah. لا لا هو كان بس بالبدايه الحين انا اصلا اي دونت ريد ماي كومنتس انترستينج يا اي هاف ا رول انستغرام نو انستغرام اكيد واتس ذا وات كايند اوف كومنتس يو مين وير ابلكيشنز اللي ما اقرا الكومنتس تيك توك اوكي اي تيك توك اكثر شيء لان تيك توك في No. Okay. Yeah. Instagram في بعد. في أقل. البعض. أي في البعض. بس يعني خلاص أنت you're gonna get used to it لدرجة إنه ما راح يأثر فيك. Okay. فراح تأخذ على الضحك. أما قبل وأنا صغيرة أنا يعني بالبداية أمي اللي كانت ماسكة my account وأختي الكبيرة. So هذه إحدى السلبيات. أي. الكومنتس. People's comments. بس. في سلبيات ثانية. مثلاً. ممكن إنه يوميت ناس مو صافين. من المجال نفسه كل مكان حتى بحياتك المجال نفسه كل مكان ما تريد تقول اوكي بس let's say okay. يعني انا مثلا توني خوش مثال يا اخي شوف شلون ممثله خوش تنفع مثال والله انا احيانا انا اتعامل معها نصور مع بعض كذي احيانا اخاف والله تمثل علي ينقص علي اي why لا يعني لازم الاحتياط واجب اوكي الحين خوش مثال إيه؟ انا توني داشه الحياه الجامعيه أوكي. اكيد في ناس راح اشوفها يصير فيني باد فايب باد فايب على طول اوكي فنفس الشيء بكل مكان اي اوف كورس راح اكون صريحه اوف كورس في بالمجال بعد يعني اوكي انزين رهف يس وات ار يور فيرز يو وانت مي تو بي اونست يا لوزينج ماي دوجز I know it's a bit silly, but yeah, what should I do? Look, this look doesn't mean that I'm not. I have two cats, and I had two dogs before. I was really attached to my dogs, and I remember my dad gave them away, my dogs, because كان في مشاكل بالبيت إنه ما نقدر نخليهم. وزعلت وايد. ما كلمته أسبوع كامل يمكن أو 10 أيام. يسلم علي ما رد عليه لأن وايد علقت فيهم. منهم واحد 3 سنوات وواحد شهرين. But what are your fears? شوف رد زال سؤال. What are your fears? It's a hard question. يعني. What are يعني do you fear death? Do you fear losing someone? Do you fear? Everyone fears death. Okay. إيه الكل يخاف من أكيد يعني. Do you wanna die? Of course not. Of course not. But it's like
sooner or later it's going to happen. Right? We have this idea. Yeah. عندنا هالفكرة بمخنا بس يعني of course you feared death. You know? بس أنا إذا صج يعني أول إجابة جت بمخي إن أنا I don't want to lose my dogs. Okay. إنزين خلاص. Let's leave the fears on the side. Yeah. And talk about what you're doing right now. كم مسلسل صاروا؟ I stopped counting. You stopped counting. Yeah. بس يعني أكثر من 15. What's your favorite from these 15? أمر خلاق. أمر خلاق. Yeah. في جزء ثاني صح؟ إيه نزل ثاني وإن شاء الله ثالث. Soon. أوه هذه spoilers. أول مرة أقول. Spoiler alert. إيه yeah, المفروض تقولين ولا؟ إيه عادي عادي. عادي تقول. Okay good. مقع وكذي أوراق و. حصري. إيه أوكي حصري يعني في أمر خلاق 3 بينزل. أنا بمثل فيه بعد. إيه لا تكون. لا تكون. أوكي. Your favorite is أمر خلاق. ليش؟ كل شيء بأمر خلاق أحبه. سكريبت، ممثلين، لوكيشن. يعني أنا شوف ما راح أقول يعني إحنا كلنا دائما نشتغل إحنا شنو نحب. Okay. ما راح أقول أنت you get to the point اللي you hate going to location يعني no. كلش ما حسيت بهالشيء أنا. بس الحمد لله. أمر إخلاق حتى إذا ما عندي تصوير كني ملقوفة أروح أقعد. تي. أحب اللوكيشن، أحب الأجواء، أحب الكاست، أحب كل شيء. لأن صدق كنا family يعني أحس لأن يمكن ممكن لا شيء وايد كل شخص تحبين كل شخص إيه كلهم ما في أحد لا كلهم إنزين أسوأ مسلسل ماكو أسوأ بس يعني أقل واحد تحبينه أقل واحد أحبه من أقدر talk about that you can't no إنزين بس كان في فيه. مو سيء من ناحية ناس أو من ناحية شيء سيء إن أنا مثلاً صار فيني اللي you know when you like watch yourself and you'll be like you can do better than this you كرهف إيه أنا أقول حق نفسي إنه كنتي تقدرين تسوين أحسن من كذي من أي ناحية إن كأمثل كذي يعني كان المفروض إن لا تمثلين فيه إيه شنو اسمه أول حرف ألف لا بس ما أمر خلاق عاد ألف بس خلنا ندور يا جماعة بالكومنتس اللي تعرفونه إنزين أكثر ممثل سلاش ممثلة رهف تحبهم فوز الشطي وممثل ما أدري ما حد بيزعل عادي لا ما أدري ما يعني مو ممثل بس أكثر مخرج أحبه أستاذ محمد دحام الشمري إيش معنى أحب أستاذ محمد دحام لأن أول عمل اشتغلت وياه كان لا موسيقى في الأحمدي. أوكي. وكنت أبي أسوي أي شيء بس أشتغل وياه. أوكي. لأن أستاذ محمد دحام ال يعني التعديل الواحد مثلاً إنه يقعد وياك يفهمك المشهد يقول لك لازم تسوي هني كذي هني تقدر تغير تسوي كذي أنا أحب لما أشوف أحد يعني he's really working on you يعني he wants you تعلمت أي وايد منه. إيه. حلو. وايد مش شوية وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يجمعنا عمل بعد من الممثلين اللي تعلمتي منهم وايد عبد الله تركماني أوكي ممثلين بعد تعلمت منهم شهاب جوهر أوكي أمر أخلاق الحين من الممثلين اللي وايد تحبينهم وايد كلوز وايد كلوز لهم فوزي شطي صمود 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 حبيبتي صمود اختي الكبيره اوكي صمود كل شيء اقول لها اوكي يعني حتى باللوكيشن لازم انا اياها بزاويه قاعد اقول لها شيء صار وياي اوكي سايلنت بليز انا مزعج ما يصير اي والله حاط تليفوني قاعد يرن بعد مزعج ناصر سمعته هذا ابي اغش منه اي صمود غاده الزجالي اوكي ناصر الدوسري هو از يور فيفرت لما تكونين مو قاعده تمثلين قاعده تحضرينهم بس فوز والله يعني مرات أنا ما عندي مشهد أو شيء عندها فوق بالغرفة. So these هذيل الناس أقرب الناس لتش بالست yeah. يسمونه صح. Yeah. Correct me if I'm wrong. That's right. I'm good. Amazing. Who is the closest person to you away من التمثيل? My mom. إيش معنى? Because my mom. بس? My mom, yeah. She supported you from day one. كل شيء. كل شيء تسوي لي اوكي okay. كل شيء حبيبتي يعني من داي 1 يا اخي احسها جاهزه بالاجوبه شنو هذا كملي ايوه كملي سويت بروف ولا شيء
And that's on being an actress. Okay, okay. ما شاء الله. كملي. أمي نفس ما أنت قلت. She supported me من day one. She's always with me. يعني تخيل أن أنا location 12 ساعة إحنا قاعدين. أنا أمي 12 ساعة قاعدة وياي بالlocation. أوه تقعد معك. She never leaves me. Till now. She never leaves me. Yeah. Never. والله يعطيك العافية. ما شاء الله. هي وياي من day one. إعلانات. How proud is she? Of course, a lot. Very proud of you. How proud? I love you, Mom. How proud of you of Rahaf? حلو حلو السؤال ها قاعد حلو إيه ما استعبته بس خش سؤاله والله I'd say a lot okay لأن كلش ما فكرت إن أنا راح أوصل هالمرحلة وستل أبي أوصل بعد جدا في شيء تكرهين بنفسك تبين تغيري إيه شنو شيء ولا شيئين ولا ثلاثة لا مو شيء ولا شيئين أنا مشكلتي ما أشيل على أحد. Okay. أسامح بسرعة. Okay, that's a good thing. It's a good thing. بس مرات it's bad for you. For you. Yeah. خصوصاً إذا الشخص اللي بويه هنا يعني. ما يستاهل. ما يستاهل وهذا هني طوفة. Mm-hmm. Okay. وما ينفع مع طيبة القلب. فهني شو نسوي؟ فكنا. بالضبط. وفي بعد شيء. شنو شيء؟ أنا أقدر أمسك نفسي ما أبكي. بس إذا بكيت ما أسكت. انفجر. إي. يعني أكون ماسكة نفسي من فترة طويلة فكل شيء بس شيء. وعند منو تنفجرين؟ أكيد أمي. بس. Of course, yeah. My mom, my sisters. Your mom and your sisters. Mm-hmm. You have best friends as well. Yeah. Very close. One of them. Oh yes, اللي تهني مرة صورنا. Oh, جدين بألي. Shout out. Oh, حلو هالسؤال. Who's your favorite photographer in Kuwait? Oh, ناصر. ناصر. You know him? لا لا طلعت نصبي. You know him? منو ناصر؟ ناصر. أي ناصر؟ ما تعرفه صح؟ لا. ناصر. On set, who's your favorite photographer? محمد سمير. Okay. ما شوف. ما مو photographer. لا. لا. أنا أقصد DOP أنت قاعد تقولي. لا أنا قاعد أقول photographer يصورك. يعني الناس كلها راح تعرف ناصر وآمين. Okay. Yeah, my account, you and Amun. That's no. it. Okay. Fine. Rahaf, are you an organized person? Tell us لما تقومين من النوم الصبح. One day of your life, سواء كان يوم عادي بريك أو يوم شغل. Actually, راح أكون صريحة. Mm-hmm. I wasn't. Are you the type اللي تدشين الغرفة تشوفين الملابس بكل مكان بالغرفة؟ لا, no, no, مو لهالدرجة. يعني تردين البيت تشيلين القميص تعلقينها والأمور طيبة. ولا. Depends on how your day went. يا سلام. Elaborate more, please. Tell me more. مثلاً أنا راح أكون صريحة. أنا ما كنت an organized person. Okay. بس متى صرت؟ بكون صريحة وياك. بس ما تضحك عادي يعني. لا لا. Tell My me. Dogs. Your dogs. Because I have a responsibility. Dogs again. والله I love dogs يا ناس. والله. ما عندي مشكلة مع الكلاب. أحبهم وايد. أي أسوأ. لا تفهموني غلط. كملي. I wasn't an organized person لأن ما كان عندي شيء to take care of. Okay. You know. الحين أنا عندي responsibility. فصار عندي أنا أمي مصدومة من اللي أنا قاعدة. You train your dogs too ولا تأخذينهم مدرسة؟ I train my dogs بس I drop them for a daycare. يا سلام. إيه. Pet lobby. Yeah. So خلني أقول لك my day نفس ما أنت قلت لي. يلا go. خلنا نقول مثلاً يوم عندي جامعة. Okay. خلي أسولف لهم عن يومي باكر Monday. Monday. I wake up. إيه. I wake up at 7. I will take my dogs out for a party, mm-hmm. and then I'm gonna come back, get ready for uni. I'll leave my house at 8:30, finish my classes. أطلع من الجامعة let's say by 1. Mm. I'll go back home, take my dogs out for a little walk, and party time. Of a course. Little walk. party time. قد علق. كم لي؟ بعدين أردهم يتغدون. بعدين أنا أتغدى my time. I take a shower. I take the dogs, daycare. بعدين أخلص my assignments. لحظة شوي. Is this all planned ولا تحبين؟ هذا daily routine. كل شيء حسب يعني اليوم. هذا daily routine. تحبين الأشياء المفاجئة؟ يعني إيه؟ فجأة عندنا طلعة فجأة عندنا. أحب الأشياء المفاجئة بس إذا ما أحب يعني دقيقة خلط الله صح يعني الأشياء المفاجئة حلوة بس مرات أتنرفز. لأن أنا ماشية you know when you have a schedule for like of course, of course. وقاعد تمشي عليه كلنا وكله كله ماشي صح إيه؟ بعدين يطلع شيء تبي تسويه بس ما عندك وقت أوكي ينرفز
ممكن يا اوف كورس اوف كورس خصوصا الناس هذه اللي تجيني هلا ناصر شلونك نبي نصور امس نبي وات نبي نصور امس مو باكر امس لا لا فيعني ايه unplanned thing حلو things did it ever happen with تمثيل unplanned لا 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 ما في شيء تغير ممكن مرات إيه ممكن مرات مثلا يلغي التصوير لأن مثلا في ممثل تعبان في مثلا ما يقدر هذه مرات تصير ممكن ال شنو يسمونها عدة التصوير في شيء ناقص أو شيء أوكي يتأخر التصوير تصوير المسلسل ياخذ له كم وقت تقريبا شهر شهرين تصوير اي لا تسي شهر every شهرين. single day ما في يوم راحه كل depends يوم. on دورك انزين انت لازم تتمين قاعده طول الوقت اي هو ولا عادي اذا دورك مثلا مو الحين عادي you can leave and come back sometimes you can بس okay. اذا عندك فتشه وايد طويله يعني احنا عندنا يوميا اوردر okay. نمشي عليه انت تقرا اسمك بالاوردر اسم الشخصيه كم مشهد عندك أوكي. مثلا لو تي عندك 4 مشاهد نهار ومشهد ليل بالليل صريح أوكي. تقدر تصور النهار وتقدر يو ليف اند ذن يو كم باك تشوت يور ذاتس ات انزين سؤال عن الاكل شوي تحبين الاكل ولا لا يا yeah. تحبين الاكل شنو يور فيفرت فاست فود اول شيء اي وازنت ويتينج فور ذات ليش؟ I was waiting for شنو أكثر أكلة تحبينها؟ أكثر أكلة متبوس لحم. Fine. متبوس لحم. أخذ. إنزين. Fast food. Burgers or pizza? Pizza. Okay, amazing. I like her already. That's good. Pizza. إنزين. So pizza over burgers. Yes. ومتبوس لحم is your favorite ever. Over everything. لو شنو بتي لو تجيبوا لي solo pizza؟ نبي متبوس لحم نحطه هني الحين ونشوف رهف قاعدة تأكله. أقصد جوعانة توني طالع من الجامعة. Favorite color. White. White it resembles anything to you? Simple, صح? Simple. بس أحب الوايت. You're white-hearted يعني? مو كذي. بس يعني الوايت. شيء. Peace. What do your friends يعني describe you? أنت. مينونة مو صاحية. مينونة مو صاحية. Let's be honest. Okay, I like that you're being. بالعكس, that's amazing. She's being honest. ليش مينونة مو صاحية? شو تسوين? I'm the craziest person. بالغانغ let's say بالجروب كله كم جروب كم واحد انتو لا احنا وايد وايد جروب واحد غانغ عصابة كاملة وانتي us and our dogs لحظة شو انتي الليدر مع العصابة ولا لا مو I'm not gonna say leader بس مثلا اذا كلهم نفسياتهم خايسة منو اللي يقوم يسوي اي شيء يصير يضحك يغير جو مهرج بس عشان يضحكهم وكلهم يصيرون حلوين يا سلام I like that ذكريني بنفسي انا للحين كذي الحمد لله أرقوز الشلة أرقوز الشلة. You're very talkative. يعني you're an extrovert. Yeah. ما تستحين تكلمين الناس. أنا من النوع اللي عرفتي يسافر المطار أهلي معي واللي بدينا الحين ناصر بيكلم هذا وبيكلم هذا وبيكلم هذا. أنا من النوع اللي أحب أكلم الناس. Hi, how are you? Having a good day? Amazing day? وما أدري شنو. شيء أسولف. أحب أسولف. غريب مو غريب أحب أسولف مع الناس. أنا my best friends. الناس اللي يشتغلون بالأماكن. سو هذا الانطباع اللي مثلا انا شفتك اول يوم ما اعرفك شنو الانطباع اللي ممكن اخذه عنك شوف do you want me يعني على طول تكونين فريندلي ولا لا مثلا لا لا لا, لا. انا شوف انا سمعت كذي وسمعت كذي okay. مرات ناس بس it depends ان maybe I'm having a bad day okay you know فيعني مرات الناس تقول لي ان اول ما شفناك عبالنا انت نفسيه ما تعطين وي اوكي sometimes يعني your day you know ومرات يقولوا لي لا شفناك شيء عبيطة نفس المسلسلات. What is a bad day for you? Maybe you're having a bad day يعني. What is a bad day for you? ما أدري. الحين تقول. I'm not gonna say that. كلبي تعبان. Yeah, you was waiting for that. I know. أو. بس yeah, I do take them to the vet. إنزين. So a bad day for you is what? شنو شي يصير باليوم اللي خلاص it's a bad day for me. نومة غلط زعلت مع الوالدة إيه نومة غلط وايد وايد أسباب وايد أشياء نومة غلط زعلت ويا الوالدة نفس ما أنت قلت maybe يعني أنت من راح النوع راح أقولها maybe one of my dogs يعني هل sick. أنت من النوع اللي تتأثرين إذا مثلاً تهاوشت مع الوالدة وراح التمثيل ولا الموت كله خايس وخربان طبعاً. ومو قادر أمثل الحين مو قادر أركز لأني زعلانة أو قاعد أفكر أي when it comes to my work لا تفصلين أي لازم لازم لأن بنهاية شغل صح يعني أنا دائما صدقين أنا للحين مو قادر أفصل لأن شغل صح؟ You're an artist in your way
وأز photographers are also artists in our way. إذا مزاجنا خايس خلاص ما راح تسوي شغل. بتحسين إن I'm not having fun قاعد أصور بس شيء. ليش أنا متهاوش مثلا مع الأهل أو بالبيت أو شيء وصاير شيء ضايق خلقي منه. أحس يومي كله اخترب ومو مركز بشغلي. هو ممكن ترى مرات يأثر maybe you مو بس you having a bad day. حتى لما نطلع ألعب فولي مع الشباب لو متهاوش مع الأهل أو شيء مودي يكون خايس. إيه خلاص ما عرفت شيء ما ركز. هذا شيء طبيعي يعني إيه. أنا دائما أطلع حرتي بربعي. يا سلام. إيه ويدرون. The... يدرون حرتي تطلع بهم. إنزين. رهف tell us a secret that nobody knows. شنو؟ ما في secret. شنو؟ like what? Give me an example. يعني هل رهف اليوم مثلاً ما أدري. تحب؟ لا. No. I'm too young for that. You're too young for that. Yeah. Okay, good. I like that. That's good. I'm too young for that. It's not about I don't support this, but I'm too young for that. For me, I'm living my life, doing my work. أبي أسوي أشياء بعد بحياتي زيادة. I'm only 17. Young and sweet, oh my only God, 17. I can't believe this. I am 32. She's 17. I'm 36. Almost half. Yeah, you're... Well, yeah, that. 36. Let's say. 36. إنزين. It was amazing having you. Thank كان you. ودي أسأل أسئلة وايد أكثر بس ما بي... خلينا حبايب اليوم. عندنا part 2 من... في ممكن يكون في part 2 إن شاء الله. خلينا نسوي part 2. Part 2 يكون الأسئلة الصعبة شوي. Part 2 أنا رح أسألها. يعني today we know شوي more about Rahaf. إن شاء الله next time we'll know more in depth maybe Much about more. her. Maybe next time راح يكون في secret. خنجو. I guess we'll never know. لا والله it was nice having you. والله. خفيفة لطيفة الحلقة و questions are very to the end of the day. Just to know more about you. إن شاء الله let's see how it turns out. To guys stay tuned إن شاء الله. Thank you guys for watching. يلا شو تقولين آخر شيء إنه أنت إني أنا بمشي. Bye. Yes. Bye. Bye guys. Yalla, bye. إذا تبون part 2 كتبوا